فيكم هذه بارك الله. ايه هذه تجربتي مع اول مره اصعد معك على المباشر، ومع الان ابنتي الصغيره قد حلمتها البارحه. حلمت انني انا واختي التوام وابنتي، حلمت ان هناك عصابه تطاردني وتطعنني بسكين، تطعنني في يدي وفي في بطني الجهه اليمنى. تاني كده حلمت بيه؟ علي صوتك شويه. حلمت بعصابه تطاردني وهناك شخص يطعنني بسكين، يطعنني طعنتين في يدي اليسرى وفي بطني الجهه اليمنى. تمام، يعني هما كانوا بيطردوكي وطعنوكي. طب نعم الطعنة دي أصابتك في المنام؟ نعم أحسست بها، أحسست بالسكين. طيب انت يا استاذة بتصلي الصلوات المفروضة فواتها ولا لأ؟ بصليها، لسه صليت المغرب. تمام. أول حاجة معنى إن في حد بيطردك أو إن في حد بيجري وراكي، فدي معناته إن في شياطين، يعني سبحان الله، متربصين بيك. الشياطين دولت بيحاولوا قدر إمكانهم إن يخشوا جسمك، تمام؟ فلازم نعم قدر الإمكان إنك أنت، يعني سبحان الله عبد الله، فلازم قدر الإمكان إنك أنت يعني سبحان الله تسمع الرقية الشرعية، وتحاول إنك أنت تكثفي من الاستماع للرقية الشرعية. فهل أنت بتستمعي لأي رقية شرعية؟ نعم أول حاجة بالنسبة لابنتي، كنت قد أرسلت لك الحلم وفسرته لي أنه سحر، الحلم أن بظهرها دود وأن برأسها نمل، بأنها مصابة وهي معي الآن. هل يمكن أن انا بسالك سؤال، يعني على الحلم الاولاني بتاعك الله يرضى عنك، انت بتسمع ركا ولا لا؟ نعم أطلق سورة البقرة تقريبا اليوم كامل في الليل والنهار. قولي بسم الله بسم الله ومض عينك. بقرب هذه الألعاب، هل طبعا الالعاب ديت يعني مجسمات، والمجسمات ديت يعني سبحان الله هي عباره عن اشياء تحوي الشياطين، فانت حاولي تبدليها باي حاجه ما يكونش فيها ارواح، لان سبحان الله الاشياء ديت تمنع الشياطين، تمنع الملائكه ان هي تحف الطفله، واذا حسنا الملائكه منعت ان هي تحف الطفله، مين اللي هيحفها؟ الشيطان. تمام. نعم فانت قولي بسم الله وغمضي عينك وخلي بنتك معاكي، بسم الله بسم الله أعيذكم بكلمات الله التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وضرى وبرى ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده ومن شر إبليس وجنده ومن شر همزات الشياطين وأن يحضروكم. أعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل عين حاقدة، من شر كل عين مبغضة. أعيذكم بكلمات الله العلي العظيم من شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاقد إذا حقد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا أستاذة، نعم، ترى ما فيش أي شيء عندكم إن شاء الرحمن، غير إنك أنت خايفة خوف شديد جدا من الجن والشياطين، فلازم أنت بس الأذكار تقراها في الصباح والمساء، وما تخافيش من أي حاجة، طيب؟ شيخ لدي مشاكل كثيرة مع زوجي، ونحن على وشك الانفصال. طيب والمشاكل اللي مع زوجك ديت، انتوا على وشك الانفصال، وش سبب المشاكل؟ يا غضب واشياء. طيب لا لا انت ممكن لو سمحت تقرأي آيات السكينة لمدة 3 أيام وتزق زوجك، عايش معاك في نفس البيت؟ نعم. اقرأي آيات السكينة وسقيها لزوجك، وحاولوا ان انتوا يعني سبحان الله تجلسوا مع بعض كده، تتكلموا مع بعض ايه الاسباب اللي دفعتكم ان انتم توصلوا للحاله اللي انتم فيها ديت. اما موضوع ان في حد يطردك والاشياء دي كلها، فهي المشاكل اللي انت بتعاني منها كلها مشاكل خارجيه، يعني تسلط من شياطين، وتسلط الشياطين ديت يذهب بالاعمال الصالحه،
زي التصدق، زي الاستغفار، زي يعني مثلا يعني إطعام مساكين، الدعاء، القرب من الله جل وعلا، فكل الأشياء تزول بإذن الله. بارك الله فيك يا تقرأي شيخ. آية السكينة على مية واسقيها لزوجك، شيء آخر، وبعد 3 أيام تواصلي معايا قولي لي وش الجديد. طيب لدي شيء آخر. عندما كنت صغيرة في سن 9 سنوات كنت حلمت أو رأيت قطة على شكل خفاش، على امرأة ولكن قطة سوداء على شكل لديها أجنحة كالخفاش، وكنت أراها وأنا فاتحة عيني. كان عمرك كم سنة؟ 9 سنوات. طيب خلاص ما تشغليش بالك بقى بما مضى، خلينا في اللي جاي. بيكي بس وهذه هذه تحصني القطة نفسك. لازالت تكلمني، كأنها لازالت تكلمني. كانت تدفن والدي وإخواتي، تدفنهم وتقول لي أن لا أقول لأمي شيئا وإلا ستذبحها. وعندما أقوم برقية كأني أكلمها وكأنها تكلمني في عقلي. شوف يا استاذه، صلي على النبي. في صلى يعني مش عارف هو حديث ولا مقوله، الفتنه ملعونه، الفتنه نائمه، ملعون من ايقظها. تمام، نعم. فانا بيك مش عايزك انك انت تخش في موضوع الجن والشياطين كتير. انا بس كل اللي انا عايزه منك انك تحصني نفسك بالاذكار، وتقرا الاذكار في الصباح والمساء، وتحافظ على الصلوات المفروضه. انت لو التزمت بالامرين ده هم ما فيش اي حاجه من اللي انت بتحكي عنها كلها هتظهر ليكي. اما بالنسبه لموضوع الخلافات اللي بينك وبين زوجك، فايات السكينه تقرايها على ميه هتزول جميع الخلافات والمشاكل اللي بينك وبين الزوج باذن الله جل وعلا. واما موضوع البنت وخوفك عليها، وانك انت كنت بتشوف احلام ان فيها دود وفيها مشاكل، دلوقتي الاحلام دي كلها انقطعت واختفت، وابتدت الاحلام تبان المشموله بيها. ده معناته ايه؟ ان في سيطره وتسلط من الشياطين. فسيطرة وتسلط الشياطين دولت مش هيسيبوكي ترتاحي، او هيسيبوكي انك انت تهنئي في حياتك. فانت لازم انك انت تستمعي للرقية الشرعية زي ما قلت، تحصني نفسك بالاذكار، ولو في اي شيء جديد تتواصل معايا بعد 3 ايام. ذكريات السكينة على مية واشربي منها انت وزوجك. طيب بارك الله فيك يا شيخ. الله اللهم يخليك، الله يجزاك الله خير. يرضى عنك. بارك لو الله حصل اي شيء تواصل معايا.